واحد واقف له يبيع قنب على الشارع ما هو ضروري تشتري منه يعني. طيب السوق عنك 5 كيلو، هالغنم هذه ممكن فيها شبهة، ممكن فيها مرض، ممكن فيها أسعار غالية، ما السوق جنبك إذا في يطرح. طيب كيف أعرف، كيف أعرف الجيد في السوق؟ إيه لازم تعرف الجيد. شلون أعرف؟ والله إن في ناس يعرفون الذبيحة هذه من شعرها وشكلها أنها سليمة، صح؟ الذبيحة تعرف من شعرها، من شعرها وشكلها، من الشعر إذا وجعانة وإذا ما هي وجعانة. التمر، طيب التمر لا، حنا يعني أعمارنا الحين فوق 40، إلى الآن نجهل بعض التمور، وحنا أهل التمر والله أني صادق. إلى الآن حنا تجي السوق تنبهل، ثم حنا منهم أكلنا كان بس التمر، حنا أكلنا صح؟ صح. وأجدادنا وأبائنا، لأن فيها أشياء جديدة أعرفها. روح لسوق التمر، وش هذا وش هذا وكيف قيمة هذا، روح لسوق الغنم، روح لسوق الزل، روح للعود. يعني يصير يومك كله دواره يا ابو. لا ما هو بيومي. لا 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 ما هو بيومي، معلش يوم مخصصه كله دواره. في حركه يا ابو عايض، في حركه جميله انا اسويها دائم، ما ادري تتفقون معي فيها ولا لا، سواء في شراء غنم او اصلاح سيارك او اصلاح جوالك او شراء شيء. شوفوا يا جماعه الخير، الى منك رحت للسوق تبي تشتري جوال، رح للمحل اللي جنبهم اللي ما يبيع جوالات وسلم عليه، كيف حالك عساك طيب، قل يا اخي انا بشتري جوال، والله لا يهينك ودي بالمكان الافضل من الجيد الامين فيهم، تراه بيقول لك المحل الفلاني. اختصرت بس الطريق، اختصرت الطريق كله. انا داخل مع شو اسمه ورش الشمال، وكنت في شغله ميكانيكيه، فرحت لواحد سمكره قلت له يا اخي انت اخو لي وانا ودي تنصحني، ابي واحد جيد في قضيه الميكانيكا. قال السوداني اسمه فلان، شوف المحل الفلاني كذا، واروح للسوداني هذا الله يسعده ويشوف السياره، قال لا الشغله عندك ما هي ميكانيكا، هذه كهرباء. قلت طيب اشتغلوها، قال الكهربائي مو موجود واللي عندي مو بجيد بالحيل. السلام عليكم. وش الامانه ناصح. نعم جميل هذا. لذلك انا قلت اختصرها بانك اسال عن الافضل. سوق المعقليه انا داخله وجيت الواحد قلت له ابغى افضل واحد يبيع طواقي، قال محل هذا لا تتعداه، سواء جوده او سهل. او قيمه. ايش رايك ابو عايض؟ هذا الكلام. انا كنت في الديره قبل اسبوع عند حقين العود، صدقوا لقيت محل ساحه كبرى هذه مليانه عود كامل، ساحتنا هذه عود مكبوب كانوا كبه قلابي، شفتوها انت من الجديره. ايه ما كنا نعرف احنا نول، يجي شخص ويمد يده على مثلا هو يقول لك الوقية هذا ب20 ريال وهذا حق مجلس ب200 ريال، يعني فيها أسعار صعب انك انت صعب انك تعرف الجيد. فيجي شخص ويمد يده على عود وسط العود ويشيله، ليه؟ لانه عنده عرف يعني. فما الشيء اللي ما عندك فيه عرف تراك انت بيصيدونك فيه، تعلم. اكل يوم ابو محمد، انا حفظت كلمة ابو محمد عبد الله الدرع الله يطول عمره، انا شريت لي رز الكيلو ب40، ابي احافظ على صحتي بس، فعلمت ابو محمد، ترى انا ابو محمد بين يعني كنت ابو محمد كذا وكذا وشريت والله الكيلو ب40، قال والله يا اخي له بديل هذا، ليش تشتري الكيلو ب40؟ الكلمة اعجبتني. كيلو ب40؟ ها؟ كيلو ب40. وش يسوي ذا الرز؟ والله ما رز احمر، رز الحسا الاحمر هذا. أيه. والله الكيلو ب40 شريته، فقلت يا ابو محمد انا شريت الكيلو ب40، ابو محمد وش رد علي؟ قال يا اخي له بديل الرز هذا، يعني لو شريت الكيلو ب10 او 15 نفس ممكن يكون قريب له. انا عجبتني كلمه ابو محمد، عجبتني والله العظيم. انا ما اقوله مجي او ما كان ادري اني بقول الكلمه هذه، صح. فانا ليش يعني، قال انت ليش دفعت 40 في كيلو؟ ممكن تدفع 40 في 3 كيلو. بس احترمت رايه. عموما انت اي شيء تقوله اليوم مقبول. لان كل التغريدات تقول لا يطلع لا يطلع، لا يتحرك لا يروح، وابو عمدتنا رئيسنا كلها ايه. تحياتي لهم ولكم بعدهم. ايه الله يبيض وجهك، الله يسعدك يا حبيب قلبي، يبارك فيك. ابي ازيد شيء على ثقافه البيع والشراء. اسلم.